فرق الدكتور في فكره انه طب انا ما دام القصه عندي وكره في ملعبي كبرلمان، ليه انا ما ظبطش القصه كاداره برلمان واقعد اعمل تفرقه ما بين الجلسات العامه والجلسات الخاصه واعمل مراعاه لظروف سفر النواب؟ حضرتك تروح تقول له انا نايب عن الوادي الجديد بضطر اسافر يومين في الاسبوع ده وكذا وكذا، انظم وقتي وبتاع بحيث اني عارف هغيب امتى واحضر امتى. تمام. بص يا استاذ تامر، دوت بيبقى متظبط بالفعل على الورق، يعني الجداول تجدها منضبطه ومتواليه ومترتبه مع بعض. يعني عايز تفهمني ان اداره البرلمان مرتبه الجداول وفقا لظروف النواب وسفرهم كل حاجه على فكره مترتبه. لا كل حاجه مترتبه، حاسس انها هتبقى صعبه. لا كل حاجه مترتبه، يعني مواعيد اللجان على فكره بتبدا من الساعه 10 صباحا، ثم بعد ذلك المفترض ان الجلسه العامه تبدا الساعه 12 على اساس ان اجتماع اللجنه بقى ساعتين. انما عايز هنا اشير واتفق مع اللي ذهب اليه زميلي الدكتور ايمن، مساله ان انت احيانا بيبقى جدول اعمال اللجنه نفسه متخم ومليء بكثير من طلبات العمل فعمره ما ياخد ساعتين، فبص تلاقي مثلا بتتجاوز المده دي، فمفترض ان الجلسه تبدا في هذا الميعاد فبتتاجل شويه، وبعدين تبص تلاقي تنبيه من مقرر الجلسه ان السيد رئيس المجلس يؤكد على الساده الاعضاء في اللجان الانتهاء من اجتماعات اللجان الحضور الى الجلسه العامه. المساله هنا بيبقى فرض عين على اللجان، وما يقدرش يسيب، يعني هو عنده طلبات حتى جوه اللجان مفهوم، وعدد من الوزراء موجودين جوه اللجان وبيسالهم في كثير، بيستخدم ادواته الرقابيه عليهم جوه اللجان. فما ينفعش يروح ايه قافل ده ملف ما يتقفلش، يلا يا جماعه الوقت خلص، يلا الجرس ضرب ننزل نطلع على الجلسه. تمام. فالممارسه احيانا بتفرض عليك هذا المد وهذا التداخل ما بين جلسات اللجان والجلسه العامه. انما فيما يتعلق بقى كمان بالسفر، انت بتتكلم على ان فعلا في نواب عن شلاتين، وفي نواب عن مطروح، وفي نواب عن سينا، وفي نواب عن الصعيد هنا وسوهاج وكذا. كل النواب دول والله ربنا يعينهم، يعني الناس فعلا، يعني انا يمكن نائب شبرا خيمه، يعني دايرتي قريبه من مجلس الدكتور ايمن في 6 اكتوبر، دايرته قريبه من مجلس. انما النائب بتاع الصعيد ده تخيل مثلا، مظبوط انا متفق، عشان كده بقول ان أنا التنظيم يسهل له اموره. انت بتعمل ايه مثلا؟ بتعمل الجلسات 3 ايام في الاسبوع والنائب بيسافر. هل تعلم ان احنا مثلا كنا عاملين اسبوع واسبوع، اسبوع جلسات واسبوع راحه عشان النائب يتمكن من انهاء اعماله بعد الثلاث ايام بتوع الجلسات في القاهره، وبعد كده يسافر يقعد الاسبوع اللي بعديه في دايرته مع ناسه. تمام. الحقيقه ان احنا بقالنا دلوقتي بتاع 6 اسابيع جلسات متتاليه، جلسات متتالية.